الحاجة الثانية عايز أقف عندها برضو في تصريحات الكابتن محمود الخطيب ودي حاجة مهمة جدا في تصريحاته ودي تكررت مرتين قال مصلحة مصر أولا التعارض اللي حصل النهاردة المواعيد والتداخل في المواعيد حتة النهاردة النادي الأهلي النادي الأهلي قام بدوره على أكمل وجه خاطب الاتحاد الدولي خاطب الاتحاد الأفريقي خاطب اللجنة الثلاثية وكان رئيس اللجنة الثلاثية وقتها علشان يحل الازمه او يساعد النادي الاهلي في ازمته النادي الاهلي عمل دوره على اكمل وجه لكن للاسف كان في مسؤول غير مسؤول هو اللي كان قال تصريحات وانا مش حابب ان انا اقولها على الهوا مره تانية لكن النادي الاهلي عمل دوره لكن النادي الاهلي دلوقتي بعد تدخل مواعيد قال مصلحه مصر اولا ده علشان الناس اللي كانت بتزايد الناس اللي كانت بتقول يعني ايه مقوله الاهلي فوق الجميع مفيش المقوله دي وكنا دايما بنطلع ونقول ونفسر ونشرح النادي الاهلي فوق ابنائه، فوق محبيه، فوق لاعبيه، فوق جماهيره، لكن مصلحه مصر اولا، ده النهارده النادي الاهلي بيقوله مش كلام ده بيقوله فعل، لما نشوف اهم العناصر عندك علشان منتخب مصر، علشان النهارده لما تقدر تسعد الشعب المصري، كان النهارده احنا هنكون فخورين كأهلوية ان عندنا لعيبه مثلت منتخب مصر وقدر منتخب مصر يحصل على البطوله. الحاجة التانية في الأولمبياد الأولمبياد السابقة من كام شهر وهي ما كانتش بطولة رسمية وكانت خارج الأجندة الدولية النادي الأهلي عمل إيه؟ برضو نفس المقولة مصر أولا نفس اللعيبة دي انضمت لمنتخب مصر وده بالمناسبة كلفنا إن إحنا نخسر الدوري وفقدنا نقاط وقتها مش مهم الدوري ومش مهم النادي الأهلي مصر أولا